بعدين كان ماتش الكلوب اللي نحيت لها شامبيونا غالي هكا بعد ما فزت على اسبيرونس، قلت يتغشوا عليك شويه. احنا ما نحينا لهمش، احنا لعبنا ربحتوهم ربحتوهم ربحنا، مش المشكله باش تعملها لي نحينا لهم الشامبيون ما نحيناش. كانت في طريق الكلوب ولا في ثنيه اخرى ولا؟ كانت في ثنيه الكلوب، وقبلها الاسبيرونس كانت تفكر لعبنا لها جماعه قبل. ربحتوها وقتها تعادلتوا. تعادلنا معها ونحينا لها المركز الاول. صحيح. طلعت الكلوب الاول. قمتوا في الشامبيون وقتها. ها؟ اي بالضبط يعني تفكر. اما قلت لي تغشوا عليك، احكي لي شوي. تغشوا ما في الاخر وتوا يعرفوا اللي انا عملت الجمعيات كل ما كيف كيف، معناتها لعبنا كوره. مره الاسبيرونس معناتها عملنا معها نتيجه طيبه، ومن بعد الكلوب افريكان الله غالب معناتها ما ربحوش معناتها الماتش. ورد بالك راهو حملنا في الوقت هذاك في الموسم هذاك حملنا في الكبيره. كيس حالي. حملنا في كبيره كبيره معناتها ماهوش اي انسان جمعيه تنجم تربحها. معناتها حمد الف كانت في المستوى في العلالي من جمله الجمعيات الباهيين في لانه علاش انا نمن بالاستمراريه. الملاعبيه استانسوا ببعضهم ولاو يلعبوا في كوره حلوه، ولات حمد الف تبع فيها وسمباتيك كيكيب ويحبوها الناس، مش حتى ولات حمد الف معناتها وكانت تعمل في نتائج وعملت نتائج حلوه ياسر. من اعز المواسم اللي عدات. حمادي بوزبيه تغش عليك وقتها. ايه. احكي لنا شنو علاش وقتها. تغش على خاطر قلت في التلفزه قلت ربحنا الفلوس وربحنا النتيجه وربحنا الماتش. شنو اللي فاهم انا؟ تغش ما عجبتوش. انا نقول ديما خلي كلمه نقولها سي حمادي بوسبيع راهو بول الجمعيات كل مش بول النادي الافريقي برك. راني انا كالنادي رضي حمدلف للبارح واليوم الغدوه راهو ممول النادي رضي حمدلف، واحد من الممولين الكبار بتاع حمدلف والجمعيات بتاع تونس الكل. عنده فضل عليهم. مش كيما برشا الوحيد. حكيت شي معاه بعد ولا؟ لا 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 ما ريتوش لليوم. ريته مره وما حكيناش، وحتى كي قابلته معناتها في معناتها اون بريفي مره كيك عرضا معناتها حسيته متغشش. وما حكيتوش. لا 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 ما حكيناش لليوم. باهي قلت لي وقفتوا ريسبيرونس عملتوا نول وربحتوا الكلوب. ايه. فما شكون محفزكم؟ محفزنا باش نربحو. هو دو توت لي فاسون حتى لو كان باش نمشي معاك في الجو. حتى لو كان صارت معناتها سي ليجيتيم. اي صحيح على الاخر زاد. شنو المشكل؟ اي صار ولا ما صارش؟ تعطيني باش نربح انا معايا انا ما صارتش. بقى صارت مع الملاعبيه طول انا ما عنديش قال زين العابدينك العام ما عنديش حنين مانيش شمس باش. اما تعرف الكواليس خاطر انا نعرف اسم الملاعبيه مش بسميهم. اما تعرف الكوادر نتاع ليكيب وقتها الكبار وقت عطاو حفظوهم. والله سامحني انا كان تحب نسميهم لك اما كي تعرفهم بعض نسميهم بعض ليميسيون بالطبيعه. انا والله قلت لك انا سمعت كما سمعت انت. هاني رئيس الجمعيه. وهي الامور هذه راهي ما تتعداش علنا. تو تاخذوا فلوس معناتها جوارات خذت فلوس باش تربح رد بالك. باش تربح اي صحيح. باش تربح اي سمعت بعد انا. وحكيت معهم الملاعبيه؟ لا ما حكيتش. ما حكيتش خد جي با دو بروف. جي با دو بروف كلام تاع قهاوي قالوا لي معناتها. اما جي با دو بروف الحقيقه قلت اليوم جي با دو بروف. ما سعيتش باش تجيب بروف؟ ها؟ ما سعيتش باش تجيب هذا؟ تو بربي نسعي باش نجيب بروف وهم رابحين. كيفاش نقولوا علاش؟ علاش تربح؟ قول انت خليه ياخذوا المهم يربح. تفك عليه. اما انا كنت نجم نعمل حاجه اخرى. اما جي با دو بروف زاد. نحي لهم البريم تاع الربح. قول لهم هكا ما خذيته. ما عملتيش. ما عملتيش. وانت عاد وقتها معروف مع الفلوس. ما تلعبش مع الفلوس. ما تلعبش نعطيني برك ماذا بيا الجوار يغلط باش نعديه على الكونسيل نقص له الفلوس. وعندك الحاجه نتاع رؤساء الجمعيات اللي ما يحبوش برشا ربح. على البريمات. اسمعني هذه كان بوصفار الله يرحمه. الله كان بريزدون تاع حمد الف تسمع به. اكيد. بوصفار. عاد يجيو المسؤولين وقتها اللي معاه مش انا. جماعة اللي يخدموا معاه سي صادق رانا باش نخلصوا ربحنا من يعطيتكم توا لا راهو عاودوا ربحوا يسيني من الربح كان مسكين معناتها هو الوحيد على البريميت على البريميت انيس الزيتوني جارديان وقتها رفض باش يلعب ماتش الكلوب. نعم رفض وقتها باش يلعب ماتش الكلوب جمعيته وقتها. احكي لنا تفاصيل هذه علاش. وقت الزيتوني ساعة هو مش ناس ملاح معناتها ولو اني سمحت معناتها اما ما يسالش علاش؟ نحكي لك هاني باش نعطيك سكوب.
الزيتوني وقت قامت القيامة في الجمعة ذيك في الزيتوني يشد ما يشدش ود كلوب ما تنساش فهمت العائلة كلها كلوبيست واحد يشد ما يشدش لا ما تهبطوش لا هبطوا لا صارت بوليميك في حملف ما نحكي لكش على القاء عيطت له وقتها في بيرويا أنا نعرف اللي هو عنده مشاكل مع الكلوب خرج من الكلوب خرج متعارك مع الكلوب عنده مشكلة حسب ما نتفكر يعني مشغال ديما كونترول الكلوب يعمل ماتشات كبار شكون؟ ديما كونترول الكلوب يعمل ماتشات كبار اه؟ اي جبته بحذايا في البيرو وطلبت له أمه حاجة شنو أحوالك لباس هاو بحذايا ولدك يا سي المنجي خايس لي ولدي راني نحبك راني كذا قلت لها راني سامع لولدك باش يعطي ماتش للكلوب يعطي ماتش للكلوب عملوا فيه شوية وتروا شنو كيما تعرف الأم كيفاش واحد هاو نعدي لك ولدك حطيته في أم المدفع حطيته معناتها كلم في أمه قدامي قاعد يقام يبكي شوف كيفاش البريباراسيون عملتها له في مخ قال لي وعدى ماتش ما كريته صحيح عدى ماتش ما فماش مي تو سا سا سو بريبار هذه كلها هذه المسؤول لازم يحضر ماتشو مش في التيران عنده مهمه خارج التيران ليكوليز يحضر قلت لي تغششت عليه في شنو بعد سمحته فيه غششت عليه جاء في الاخر في الجلسه العامه قال نحب فلوس على سي المنجي بحر ما عطانيش معناتها وقت يعملوا في الانتخابات وكل اجتماعات وهو ما يحب عليها حتى فرنك وقال على كل حال الفلوس اللي نحبها مع سي المنجي بحر نهديهم للجون انا فلوس تحب وانا وكذا هذا ما سيدي لازمك تفهم حاجه هذاك وقت اللي عيط له اساله قل له شخذيت شعطاك منجي بحر باش جهز لك باش عرست كفاني بالكلمه هذه حكيتوش من بعد ولا لا لا انا ما ريتوش من وقتها من اخر ماتش ومانيش مستعد باش نشوفه متغش عليه متغش عليه خاطر انقرا وانا ما نجمش نقبل قله المعروف بعد ماتش الكلوب ما صاروا الضغوطات عليك مثلا من ترابلسيه ولا حاجه هكا بعد الماتش الكلوب اي كليت لصحه نفديت من عند شكون من عندهم هما شنو من عند شكون يا اخي انا كليت لصحه في الديوان يا اخي انا الكارير نتاعي كلها فزت في الديوان كيفاش اش عملوا يا اخي انا اصحابي كل خذاو مديرين عامين ومشاو وفروا تبوا وخدموا في عز بلايص انا خدمت في زغوان هيا باش نزيدك فهمت كيفاش شنو اش عملوا لي كان عندهم ايد اش تحبهم يعملوا لي اكثر من هكا فهمت من الماتش هذاك اه بعد الماتش هذاك فما شكون كلمك منهم ولا حاجه قبل الماتش فما اي من بعد الماتش بكلمني حد اه حبوك تسيبوا الماتش معناها اه شكون كلهم تو مش لازم مش نذكر عماد بالحسن كلهم هم يحبوا الكلوب اما اللي كلمني اللي كلمني على الماتش اه اي وبكل صدق معناتها نقول ونحب نقول الله يرحمه منصف طرابلسي بعثوا اخوه بعث اخوه وكلمني قلت له قل لي كيفاش نعمل كرئيس جمعيه شنو كيفاش نعمل نعيط للملاعبيه نقول لهم نحبكم تسيبوا رواحكم ارخفوا رواحكم تبارك الله جاي يقولوا رئيسنا تبارك الله قال لنا هكاش مازال فيها حتى احنا تو نسيبوا رواحنا نوليو نبيعوا ونشربوا بالفضوحي عرضت عليك مبلغ مالي لا لا باستحباب معناه باستحباب دوروا لا واللي يقول العكس هذاك نقولوا هاتوا برهانكم يا ما كان عارف مبلغ ماني كنت تنجم تمشي معاه ولا أه؟ كان عارف مبلغ مالي على الاقل كنت تنجم تربحوا حاجه باش نربح حاجه باش نخسر باش نربح ممكن نفهمك اما باش نخسر الجميع في وقتها في توم بكنا وحمد الشيخ وربح الماتشوات مش الماتش هذاك برك ما حتى الماتشوات الاخرين اش بيك راهو في العامتها راهو ربحنا الاطوال في سوسة وربحنا السياسات في صفاقس وربح الجمعيات كل تقدقناش بيك نجي سو بليزير لا ما تشريش بفلوس وقت اللي انت معناتها بداو يقراو لك الف حساب جايتنا حملنا الفيلزمنا فهمت كيفاش؟ لا ما نجمش الحقيقه. وبعد في الديوان اش عملوا لك؟ قلت لي الثوب. ايه ما عندهم عملوا قطع رقبتهم. ما عندهم ما يعمل انا نخدم في بارتو ما يهمنيش في اي بقعه. فهمت كيفاش؟ المراكز الحلوه كانوا يحكموا فيها ناس معينه حطوا يخدم في المطار حطوا يخدم في بنقردان حطوا يخدم في حق الواد حطوا يخدم في رادس هذوما المراكز يسميهم الكويت. انا ما خدمتش فيهم كمل مع الكليب افريكان مع الماتش الكليب افريكان زدت انا خرجت من زغوان خرجت وروتريت وفات وانتهت القصه معاهم فماش عندهم باش يعملوا لي لو كان جا عندهم يلف عليا
راهو ما يبخلوش باش يحطوني في الحبس. مشيت لتطاوين ظهري حطوك في تطاوين اون 94 وقتها استجدت بسليم شيبوب باش ينقلك حاجه هكا وما عملهاش. وقت جاتني النقله في كنا موفمون كبير، جاني في سبتمبر وعندي ولدي صغير وقتها باش يدخل المكتب اول عام تاعو باش تتفرد العائله كلها باش يصير فيا. كلمته قلت له راهو كذا كذا كذا، قال لي بها الى اليوم ما قضاهاش. كل لطف نقول له تتقابلوا بعد تحكي حكيتوش تقابلوا تقابلنا وما جبتلوش الموضوع لا هكا باش نقول له شبيك ما نقل ما نقلتنيش فهمت. احكينا شويه على السهريه وقضيت له في شنو؟ سليم شيبوب اللي هو ما قضاليش وانا قضيت له وريته لمنجي بحرة في شنو قضيت له؟ قضيت له قضيه خاصه مش متاع مش متاع باش تقالش ولا ما نجموش نعرفوها. لا حكايه فارقه ما تهمكش برشا وما تعملك حتى شيء. قضيه صغيره.